أراك رسمت خارطة قدامك ويعني تشير إلى الجهة الحدودية من مصر. هذه الخارطة بتاعت مصر بتوضح وتؤكد التورط الحمساوي في العمل الإرهابي ضد مصر بالتعاون مع الإخوان الإرهابيين المصريين، زعامة الإخوان الإرهابيين في العالم، تمام؟ عشان يضموا غزة لمصر ضم نهائي. خونة حماس دي خانت القضية الفلسطينية، بدل ما نعمل الدولة الفلسطينية طبقا لاتفاقية كامب ديفيد في الضفة، على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة، ونعمل ممر بينهم طبقا لنصوص اللي مضى عليها أنور السادات، لا، هم بيلجأوا لأنهم يتوسعوا على الأراضي المصرية ويسيبوا أرضهم لليهود. حضرة اللواء، مئات الآلاف من الفلسطينيين قاتلوا ليبقوا بفلسطين ويحافظوا على جغرافية فلسطين، ليش الفلسطينيين بدهم ينضموا لمصر؟ الفلسطينيين، ليش حماس يعني؟ الفلسطينيين محترمين. المشكلة في حماس التي آمنت بفكرة الإخوان الدولية، تمام؟ عايزين يعملوا دولة في خيالهم، دولة وهمية يرجعونا للقرون الخالية اللي فاتت. نرجع ورا، نيجي نبص مصر هنا 900 كيلو عرض، عمق 1000 كيلو لحد حدود السودان. ما فيش مشكلة في مصر إرهابية وجهاد، ما يسمى بالجهاد، كل دي مصطلحات وهمية زي جيش الإسلام وجيش المسلمين والجماعة الإسلامية والجماعة الجهادية، يفض كلها تزوير وبهتان. وممكن نتكلم لو ليلة كاملة عن كيف صنع الإسلام على أيدي ناس غير مسلمين وجايين ينشروه على أرض مصر اللي فيها الأزهر. ما لقيناش فساد في مصر كلها إرهابي غير في المنطقة الملاصقة لحماس، في رفح المصرية، في الشيخ زويد، في العريش، في جبل الحلال، كل اللي هي المنطقة دي. اشمعنى؟ لأن حماس عاملة أنفاق، وحماس عمالة تعمل تبادل تجاري، وعايشين بيتخانوا ووشهم بيحمر من العز نتيجة الفساد اللي بيعملوه في المنطقة دي على حساب سلامة وأمن مصر. نعم. نرجع بقى للوضع جوه سيناء. جوه سيناء القوات المسلحة لديها معلومات دقيقة وكاملة مستقاة من المخابرات الحربية والمخابرات العامة والأمن الوطني ومن التعاون الدولي لتدبير أو لتوفير المعلومات عن طريق الأقمار الصناعية، وكل نملة تدب على أرض سيناء وكل عربية أو مركبة من أي نوع بتدب على رمال سيناء معروف عددهم وتفاصيلهم وأماكنهم. مفيش واحد من هؤلاء المعتدين الأعداء أيا كانت جنسيته أو ملته، تمام؟ لأن دول أكيد أخطأوا في حق مصر وفي حق الإسلام. تتحدث كأنه حماس اللاعب لا الوحيد لا 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 على 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 الحدود في سيناء، علما أنه في جهاديين مصريين وغير مصريين متدربين في قطاع طرق، متدربين في قبائل منا متحالفة مع الجيش، في كتير لا عوامل. كل قبائل سيناء متحالفة مع الدولة المصرية ومع الجيش، كل قبائل سيناء بالكامل، دول أشراف وأنا عارفهم واحد واحد. إنما كون واحد يطلع من ولادهم يشذ ويطلقت ويروح غزة يتعلم ويتدرب ويتعلم الإسلام في غزة، تمام، ويتعلم الإرهاب ويقولوا له روح انشر الإسلام في مصر. رمي الملامة كل الوقت على حماس. لا مش على حماس بس، الإقرار إنه في مشكلة جهادية. الملامة في الملامة الأساسية على الرئيس محمد مرسي وعصابته اللي سمحوا للناس دي إنها تتواجد، ومنعوا أجهزة الأمن سواء في القوات طيب المسلحة أو في الداخلية طيب من العمل في سيناء، سمحوا ليهم بدخول سلاح من كل جهة.